في بالك هاو في بالك. مرحبا. الاستثمار والانتساب للحساب الخاص من بين الحلول في تونس للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهذا حل مشات فيه تونس عنده برشا سنوات. هذاك علاش ديما تلوش كيفاش تعمل باش سهل على المستثمر مين، وكل واحد يحب يحل شركة باش يلقى حل في سع ويلقى شكون يقضي له شوره بعيد على أرجع غدوة وناقص الورقة الفلانية ولا الفلانية، ولا تبعث لو غيشي اونيك. الإدارة هذه هي نافذة، عبارة على مركز عاملته وكالته النهوض بالصناعة، نجم فيه تعمل الإجراءات الإدارية والقانونية في بلاصة واحدة من غير ما تتنقل، وتلقى فيه الإدارات المختلفة المشاركة في الإجراءات لتطوير الأعمال والمشاريع الاستثمارية والإعلانات وتأسيس الشركات. والغاية منه هي تسهيل على المستثمرين وتمتيحهم بالخدمات الإدارية من غير تنقل. ما نلقاو في الجيشي إنيك هذايا متاع وكالة النهوض بالصناعة مكتب الاتصال متاع الوكالة، مكتب تسجيل سندات الشركات، مكتب مراقبة الأداءات، مكتب كتابة المحكمة الابتدائية، ومكتب المطبعة الرسمية، ومكتب للديوانة. وفي مكتب تونس الجيشيونيك بتاع تونس العاصمة نلقاو فيه زادة مكتب لوزارة التكوين المهني والتشغيل، ومكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب لوزارة الداخلية، ومكتب لوزارة التجارة. والمكتب هذا كون ضمن اتفاقية بين وكالة النهوض بالصناعة ومكتب الاتصال الوحيد. الغاية منه أنه يوفر خدمات الإجراءات الشكلية باش تتكون شركة، والعملية تتم على عين المكان في غضون 24 ساعة. المصالح هذه تثبت من جميع الإجراءات باش يكونوا أي شركة بصفة قانونية. الجيونيك هذا متاعنا متحصل على علامات الجودة ليزو 9001 و9002، فضل خدماته والاستقبال الجيد متاعه للناس في جميع المجالات. الجيشي هذا موجود في 21 ولاية، هما تونس، باجة، بنزرت، جابس، قفصة، جندوبة، الكاف، القروان، القصرين، قبلي، المهدية، مدنين، المستير، نابل، صفاقس، سوسة، سيدي بوزيد، سليانة، تطاوين، وتوزر، وزغوان زادة. والمزيد من المعلومات تنجموا تتصلوا بهم بالتليفون ولا بالفاكس ولا عبر مواقعهم. يكفي انك تكتب dr نقطة الولاية اللي تلوج عليها altapi.com.tn، وتنجموا تزيدوا تتعرفوا على خدماتهم شنو الأوراق الضرورية باش تحلوا الشركة، وربي يحلها في وجوهكم، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.